عايز بقى اتكلم معاك عن موضوع بعيد شويه عن اللي كنا بنتكلم فيه، بس هو امام عاشور. امام عاشور يمكن مر بالظروف اللي انت مريت بيها، بس بالعكس انت كنت في الاهلي وبعدين الزمالك من ناحيه الاجواء مش من الترتيب، وهو كان في الزمالك وراح الاهلي. شفت الموضوع ده ازاي؟ وهل امام هيقدر ينسجم في الاهلي بسرعه؟ هو انا ليه اعتاب على امام في حاجه، ان انت لعيب الكوره هو ممكن يشتغل يلعب الكوره بمبدئين مفيش تالت ليهم. يا زي ما احنا زمان الناس تربت على حب المكان والانتماء للمكان وبيلعب عشان خاطر المكان، تمام، ودي الناس ليهم كل الاحترام والتقدير، او بالنسبه لك الكوره كارير وشغل وتشتغل باحتراف، انت هتختار انهي بناء على اختيارك؟ كل حاجه ليها تاثيرات ولها تبعيات. بمعنى انت لو اخترت ان انت بتحب المكان اللي انت فيه ومنتمي ليه وحابب الاجواء، فبالتالي اعرف ان في تضحيه قصاد ده، في تضحيه ماديه قصاد ده هتبقى موجوده. الناحيه الثانيه لو بتلعب كمحترف خلاص، ان النادي مش عايز منك ولا الجمهور عايز منك ان انت غير تبقى في الملعب تبقى كويس. يعني انا يعني بيعجبني مثلا احمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو بينزل كل مباراه والله بجد بيموت نفسه عشان خاطر فرقته ويكسب فرقته من غير ما يطلع ولا يقول انا ابن النادي ولا يبص للشعار ولا يلعب على وتر الجمهور. فبالتالي انت بعد كده تتحمل نتيجه اختيارك. فبالتالي هو امام انت كنت بتخرج حاطت نفسك في كورنر مع جمهور الزمالك، الناس حبوك، جمهور الزمالك حبك، حطوك في حته كويسه جدا. فبالتالي اعرف ان انت الناس دي ما ينفعش تزعلها عشان انت خلاص انت حطيت نفسك في الكورنر ده، فاعرف ان انت لما تيجي تمشي هيبقى في تبعيات، فما تزعلش لان انت اللي اخترت ده. فلو كان من البدايه انت بالنسبه لك الموضوع واخده احتراف كنت خده احتراف وما كانش حد هيزعل منك. طبيعي لما يجيب جون يبوس الشعار ويروح للجماهير ويحتفل، ده طبيعي جدا. لا في حاجات بتبقى زياده شويه، حاجات بتبقى اوفر شويه، خصوصا ان الجمهور بتاعنا جمهور عاطفي، لما يلاقي لعيب بيقاتل عشان المكان اللي هو فيه فنان يقدر ينجح مع النادي ده. طبعا امام اضافه لاي مكان، قدرات فنيه كبيره جدا جدا جدا، ولكن السؤال هل امام عقليته هتتحمل الضغط، وخصوصا مع بدايته مع النادي الاهلي؟ لان عايز اقول لك ان بدايه امام مع النادي الاهلي دي اهم حاجه ممكن يفكر فيها امام دلوقتي. جمهور الزمالك يعني جمهور مش هينسى الموقف. هل هيواجه اكتر من اللي واجهه كهربا؟ هو اوريدي الناس معظم الناس الزمالكيه كانت عارفه ان كهربا اهلاوي، فكان الموضوع بالنسبه لهم اخف شويه من امام، لان امام طالع من بيت زملكاوي وكان قريب من الناس ومن الجمهور، فبالتالي كان صدمتهم فيه كبيره، وخصوصا ان هو يعني انا نفسي امام كان صاحبي، كان اخر كان ولا ما زال؟ لا كنا قريبين لما كنت في الزمالك معاهم، فكان قريب مني قوي يعني، فكنت اخر حاجه اتوقعها انه ممكن هو يروح النادي الاهلي بالاجواء اللي كان عايشها مع جمهور الزمالك ونادي الزمالك. يعني هل كان متحيز جدا للزمالك وفي الوقت ده؟ طبعا طب بشكل انا مش عايز اقول لك كان يعني جواه مثلا حاجه ضد النادي الاهلي او لا 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 ما وصلش، هو كان مركز مع الزمالك ماتشات مع الجمهور مع الناس، فكان بيقعد يتكلم مع الناس، والامام من نوعيه فريندلي، لو جه حد من الجمهور وقفه في الشارع يقعد يتكلم معاه وياخد يد معاه في الكلام، يعني ما بيقفلش الكلام. يعني توصل لحد انك تقول كانت صدمه بالنسبه لي انه يروح الاهلي؟ باللي انا شفته كان بالنسبه لي مش صدمه انا كلاعب كوره، بس من اللي انا شفته من امام بعلاقته بجمهور نادي الزمالك، خلاص انت حطيت نفسك في كورنر. انا ما شفتوش غير في واحد في مصر اللي عملها وقدر يعملها، هو ابو تريكه حط نفسه في حته ان هو الراجل بيحب المكان وبيحب جمهور النادي الاهلي وبيقدر النادي الاهلي، فبالتالي لما جاله عروض كبيره جدا وارقام ضخمه جدا اختار ان هو يفضل قاعد. غير الوقت والعقليه غير العقليه، واللي قدمه ابو تريكه مع الاهلي غير اللي قدمه امام مع الزمالك، يعني شتاني الفارق. لا بس خلي بالك ان الامكانيات امام كانت بتوحي ان هو لا هو لو فضل مكمل في الزمالك هيبقى من ايقونه من ايقونات نادي الزمالك، الناس هيبقى الناس هتفتكر اسمه موجود، هيبقى مؤثر. وبالنسبه لابو تريكه، ابو تريكه جاله عروض في وقتها ارقام بالنسبه لوقتها كانت كبيره جدا جدا جدا، ورغم كده تمسك ان هو موجود. فبالتالي لحد دلوقتي الناس بتقول ابو تريكه في حته تانية. هي دي بقول لك دي نتائج ان انت تختار اختيارك، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى يعني منتمي لمكان والناس تحبك، هتضحي تضحيات ماديه. عايز تبقى محترف خلاص ما تلعبش على وتر الجمهور واشتغل الكوره احتراف.